مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى بطلب عدد كبير من المغاربة لكي يتبعوا القصة ديال سارة أم السعدية. مشاهدينا الكرام، أول ظهور الأب ديال سارة اللي هو سعيد، عنده 65 سنة، غادي نشوفوا معاه القصة من الأول، غادي نشوفوا معاه أسرار تنشر لأول مرة حول طريقة كيفاش كبرت سارة، كيفاش عاشت، سبب اللقاء ديالها بأم السعدية، والآن له دور جوهري هو والأم ديال سارة في الاحتضان ديال أم السعدية حتى أم السعدية تكون في الأمان أكثر. مشاهدينا الكرام، حيثيات هذا الموضوع فيها أسئلة تطرح في الرأي العام بين مد وجزر، ولكن ما يهمنا هو تنوير الرأي العام أكثر في الموضوع. غنشوفوا الموضوع مع سعيد اللي هو الأب ديال سارة. الوليد، شكرا لك أنك استجبتي معنا للنقاش. ما لا يعرفونه المغاربة عليكم أنتوما وسارة، كيفاش كبرات، كبرتي في الداخلة، أنت راجل ديال التجارة، كنتي في الصيد أعتقد، بغينا معلومات على المسار ديالك من الأول، عاد نشوف في الأخير العلاقة ديالكم بأم السعدية. تفضل. شكرا، بارك الله فيكم، مرحبا بكم من هذا المنبر. وأول حاجة، تقريبا عندي الحرفة ديال الحوت تقريبا شي 45 عام، من صغري بحري من بحري، تعلمت مع شي ناس برانيين آسيويون، منهم اليابانيين، منهم إيطاليين، منهم البرتغاليين، منهم إسبانيين، منهم الكوريين، تقريبا فترة زمنية ديال واحد 5 سنين، أنقول 11 سنين. ودابا تحولت لشي وحدات صناعية ديال الرخويات، تقريبا تنقدر واحد فترة زمنية ديال 20 عام ولا أكثر. شوية دخلت الميدان ديال البيع والشراء، صفتني الشركة الداخلة، تقعدت فيها ضرب فيها تقريبا شي 11 عام، تنشيل الحوت، نصفتو الشركة، وكتبت الثقة من عند رئيس ديال الشركة، وعطاني امتيازات، تصيفط لي مثلا 1,000,000 درهم، 500,000 درهم، باش نتقدى ليه الحوت ونصيفطو، ولكن داكشي من الثقة. رجعوا للموضوع ديال سارة. سارة بنتي قلبها أبيض، الله يعمرها دار، من صغرها وأنا تنعرفها، بنتي وبنت كبتي، وهي الوحيدة اللي عندي. واحد الكلمة تقولوها بالدارجة هاترة، لعبك أهو فهمتيني. من ناحية أمي السعدية جات عندي، أمي السعدية جات عندي بنتي سارة، قالت لي يا بابا، قلت لها نعم، لقيت واحد المرأة في الشارع وبقات فيا وشتها، ما احنا الناس الكبار تما نديرو احتياطات، قلت لها بنيتي رجعها للور، راه بنادم ما فيها ثقة، مرة كبيرة واش عندها عائلة واش بنتي الصماد، قالت والو يا بابا. قلت لها كاين واحد النقطة ديالها معاها، قالت لي شنو يا بابا؟ قالت لي عند كاتبة عمومي ديري وثيقة بينو فلانة بنت فلان، الطرف الأول الطرف الثاني طرد بعضياتهم بينو، أنا غنقبل هاد السيدة عندي. قالت لي يا بابا، قلت لها نعم، ما غندير لا ورقة لا استحمص بهذا، أنا غنشد أمي السعدية. قلت لها بنتي تحملي كاع المسؤولية. شدات أمي السعدية تقريبا 6 شهور وهي عندها بلا قناة بلا والو، بنتي كان برزقها بطنوبيلتها بدارها، والله ربي شاهد عليا، بس بعد الناس تقريبا المتتبعين لا راه حقها أمي السعدية، لا حتى وجاو شي ناس بقات فيهم سارة، قال لي شوف سارة شاف بزاف عليك، راه أم السعدية راه بحال دري صغير، وربما أكثر دري صغير تقدر تسكتو بدانون بحليب يسكت، أما هي لا. قالوا فتحي قناة، فتحت قناة، وربي جاب التيسير باش يلاه تكون تكومون في المعرسة. هذا هو الجواب ديالي من حيث السؤال اللي طلقتي ليا. شكرا ليك، عطيتيني القصه ديالك وعطيتيني ديال ساره، مزيان مزيان، عرفت يعني في الاواخر، نحاول نختصر معك في الاواخر. أمي السعديه مراه كبيره، وانت بحكم تبارك الله راجل وعارف الصعوبه، يعني كيفاش غادي تجري معاها الحياه، وساره كاين فارق السن، وخا ساره عندها الخاطر معاها في بزاف ديال الامور. من بعد ان أمي السعديه جبتوها لعندكم، هذا السبب شكل واحد شويه ديال 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 يعني ديال الضرر على ساره،
ساره ما كرهتش مي سعديه تجي لعندها، انتوما خديتوها عندكم، يعني شرح لي الامور كيفاش خديتي الخطوات وشنو هي المصلحه اللي كتشوف انت الابنه ديالك في هذا الموضوع. بالواضح الله يرحم والديك، بالواضح بنت يا البنت هنا الدراري شي تحت من شي، مي سعديه نفس الطريقه غنحسبوها الدري. خممت انا مع راسي، انا ما عندي حتى واحد في الدار، برت ما فيها انا ومين الدار وديري لي عنده 14 عام والو خاويه دبانه حاجه مع والو حنا خاويه. اقترحت انا ومين الدار نقص واحد شويه الضغط تندقونا من قلبها، لا داعيه برزقنا الحمد لله، نقول لك برزقنا والحمد لله ربي ونشكر، لا زعما هذيك الطبع لا تقعد مستعديه كاع عندي طول لافي ما عندي غرض، تقعد عند بنتي غادي حنا بغينا بنتي تنقص عليها الضغط، هذاك الضغط وخاصها هي تحس به اصليين وتخدم تخدم الميموار ديالها. علاش با دار معك با دار معك علاش با دار مع هادشي باش الحاله النفسيه ديال بنتي تكون شويه مرتاحه، شويه عندك شويه عندنا شويه عندك شويه ريتما ترجعي، ولكن الحمد لله ربي ونشكره مع هذه العمليه ومع هذه ما يكون على خير ان شاء الله من هنا لقدام ان شاء الله. هنا السؤال اللي عندي معاك هو الزوجه ديالك كيفاش تقبلات الطابع ديال مي السعديه ونساجمو، يعني الزوجه ديالك مع مي السعديه انت حيت كتكون معاهم في المنزل مره مره كتشوفهم، كيفاش كتشوف العلاقه ولا واحد الحب بيناتهم كبير؟ سؤال في محله وجيه، علاش؟ كاين فرق بين الناس التقليديين والناس العصريين. الناس التقليديين المعامله ديال التقليدي ديال المعامله هاك دير هنا عطيها حليب بالزعتر عطيها. الناس العصريين تيمشيو مع العصرانه ديالهم. مي السعديه مشات تلاحت الجهه ديال التقليدي اللي هي عشت فيه ديجا سابقا، فهمتيني؟ هي باش ارتاحت وهي هادشي بنتي تشدها وازون لا كليبر كيفاش هذه. لا بنتي ساره هي مي السعديه ومي السعديه هي ساره، احب من احب وكريه من كريه، هذا هو الجواب ديالي. كتبقى هذه هي العلاقه ديالهم يعني في كل حاجه في وقتها، ممكن غدا ولا بعد غدا مي السعديه ترجع عند ساره ومن بعد تعاود تجي عندكم المنزل. قول لي سي يوسف من غدا ولا غدا من دابا تمشي، ولكن اريتامها بنتي ترد الانفاس ديالها وتقدر تمشي على رجليها وتكون في صحتها جيده تاخذ مي السعديه. على انا اش غندير بمي السعديه؟ يا لا لا راه المصلحه كلها تقريبا نقول لك انا 200% باغي انا مي السعديه تبقى على المصالح، حيت مي حيت ساره كيرجع لها هي الفضل لمي السعديه ماشي لامها ولا لي انا، احنا تنشوفوا احنا بنتنا هي الاولى، حيت لما كانت بنتنا ما تكونش مي السعديه، بنتنا خصنا نشوفوا تراعي على صحتها الصحه ديالها وتراعي ولادها. الا يعقل دابا ما فهمت انا يعقل مي السعديه الدراري القرايه نوض بكري قلنا نقصوا على داك الضغط بالنسبه لي اي واحد شيئا ما شيئا ما. نعم الوالدين كيحسوا بالولاد اكثر، انتم حسيتوا ببنتكم اكثر ما غادي تحس، رغم هي ما حساسه تقول ربما مخيله ديالها، اما هي كما قلتي على كلامك على صحيح كما قلتي الوالدين ادرى تعلموا بعد الله سبحانه وتعالى، هما الوالدين كانوا في القران وقضى ربك واطيعهما وصاحبهما الله سبحانه وتعالى ذكرهم، ولكن هاد الدراري الولاد ديال اليوم ما تعرفوش هادشي حتى تيولدوا الكبار الدراري وتيكبروا عاد يقولوا يا ربي سمحنا من الوالدين، هي لا تروطار في ديك اللحظه خص نبغي انا بغيت بنتي في ديك اللحظه تقول يا بابا بوسي راسي عندك الحق كلمك 100% ما عندي ماشي حتى اللي عطى الله ونوصل ويحصل حصل ما حصل لا، هذا هو الشوف ديالي. الوليد شكرا لك، عطيتيني مجموعه من النقط اللي كتطرح في الراي العام. مشاهدينا الكرام كما تبعتوا معنا الاب سعيد يجيب حول العلاقه ديالو بساره بحكم انه الاب ديالها وكيفاش كان الوسط ديالو من الداخله انتقلوا لمدينه الدار البيضاء، اسباب ومسببات لقاء ساره بمي السعديه، وفي نفس الوقت يتخذ بعض القرارات الحاسمه في وقتها المناسب من اجل تبقى مي السعديه في استقرار تام، وحتى كذلك ما يكتابش تكون امور سلبيه عن ساره اللي تدخل في مشاحنات مع مي السعديه نظرا لفارق السن. مشاهدينا الكرام ما يهمنا اكثر في الموضوع هو هذا الموضوع يستحق ان نسال
الجوهر الموضوع هي أم السعدية. كنا درجنا الموضوع في السابق وعدنا الرأي العام أننا نبقاو متتبعين لهذه القضية من أجل سلامة أم السعدية فين كاينة، واش في أيادي أمينة، واش في دار العجازة، واش مع سارة. الجديد في الموضوع أنه الأم ديال سارة والأب ديال سارة خداو أم السعدية، وهي الآن في الأمان. غادي نشوفوا معاها تتمينا لهذا الكلام، وكذلك غادي نشوفوا الأم ديال سارة كيفاش العلاقة ديالها بأم السعدية نظرا للصعوبة شيئا ما ديال الطابع أم السعدية اللي المغاربة يعرفوها. مشاهدينا الكرام تبعوا معايا.